العين أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن العين حق وأنها تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. قد تخرج العين من الإنسان على نفسه، وقد تخرج من نفسه على حبيبه ابنه أو زوجته أو إلى آخره، وهذا يحدث. يعني بالمتابعة وجد كثير من الناس سبحان الله أحيانا يؤذون أنفسهم وهم لا يشعرون، ويؤذون أحبابهم وأبنائهم. ولذلك الإنسان في هذا الحالة يجب عليه أن دائما كلما رأى شيئا جميلا أن يبرك. وهنا أنبه إلى قضية، البعض إذا رأى شيئا جميلا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ليس هو التبريك. التبريك أن تقول تبارك الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تقولها إذا رأيت النعمة عندك أنت، كما قال صاحب الجنتين في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. لكن الذي تقول للآخرين تقول اللهم بارك، وهذا هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي ألا بركت، أي قلت بارك الله تبارك الرحمن. فلذلك كلما رأيت شيئا جميلا قلت تبارك الرحمن، أو قل ما شاء الله تبارك الله، يعني تضيف كلمة تبارك إلى ذلك، وبذلك يسلم الناس من شيء قد يخرج منك أنت فيصاب به غيرك. العين أيها الإخوة خطيرة جدا إذا أصابت الإنسان، ولكن لابد علينا أن نتجنب العين قبل حدوثها. لماذا علمنا التحصين والأذكار؟ لماذا علمنا أن نقرأ المعوذات؟ لماذا علمنا دائما أن نقرأ ذكرا في الصباح وذكرا في المساء؟ الإنسان يجب أن يعلم علم اليقين أن الذي يحميه من العين هو الله فقط. لماذا؟ لأن العين ليست سلاح، ليست سكين ولا سهم، ولا هي شيء مخفي يتعلق بالروح، والروح لا يحميها إلا خالقها جل جلاله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إذن هذا أمر غيبي لكنه يحدث ويصيب. ولذلك على الإنسان أن يحتاط بما علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. كلما أصبحت تقرأ المعوذات، تقرأ آية الكرسي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. هذا تعويذك أنت لنفسك، تعويذك لأبنائك أو لمن تحب. لا تقول قل أعوذ برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الناس. لأن بعض الناس يخطئ في قضية تعويذ الأبناء فيقرأ عليهم سورة الفلق وسورة الناس، لا هي ليست بهذا. قراءة سورة الفلق وسورة الناس تنفع قارئها، لكن أن تريد أن تحمي أبنائك أو تحصنهم تقول أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إلى آخره. كذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها كل يوم 100 مرة يحميك الله. والله يا أحبابي هذا الدعاء لازم نحرص عليه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قلتها 100 مرة كل يوم كتب الله لك 100 حسنة ومحى عنك 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل منك يوم القيامة إلا شخص قال مثلك وزاد عليك، وتكون لك كعدل عتق 10 رقاب من بني إسماعيل. لاحظ الكلمة، قال من بني إسماعيل، ما معنى ذلك؟ معنى أنهم أحرار فأعتقتهم، وهذا هو أعظم أنواع العتق. يعني ما هو عبد تشتريه ثم تعتقه، لا، هذا هو حر لكنه أصبح عبدا فتعتقه، وهذا أعظم أنواع العتق. ثم الخاتمة يقول وكانت حرز له من الشيطان يومه ذلك، يحميك الله سبحانه وتعالى من الشيطان. فاحرص على هذه الأذكار، وكلما قلتها قلها بيقين، وأنو الخير لنفسك وسيحميك الله ويحمي ذريتك معك بإذنه تعالى. هذا بالنسبة للأذكار، هذا ما قبل العين. طيب حصلت العين وجاءت العين، إذا جاءتك العين وأصبت بالعين فاعلم أن الحل الوحيد لها هو الرقية الشرعية. الرقية الشرعية لازم تنتبه لها يا إخوان. الراقي الصحيح من هو؟ الراقي الصحيح هو الذي يعلقك بالله لا يعلقك بنفسه. انتبهوا، أنا أريد أن أذكر لكم بعض النصائح اللي أعطيها الراقي نفسه وأعطيها من يبحث عن الرقية. أما الراقي فأقول
يجب أن تعلق من تقرأ عليهم بالله لا بك أنت. دائما اقرأوا سورة البقرة. الله الله، ثلاث أيمان أكررها، أن من قرأ سورة البقرة وحافظ عليها بنية الاستشفاء يوميا، تقرأها مرة وإن استطعت مرتين، ليبطنن الله السحر مهما كان. وأنا أمام عيني رأيت امرأة صالحة كان سحرها مدفون منذ 33 سنة، استمرت تقرأ البقرة شهرا كاملا حتى نطق من فيها اللي هو حارس السحر في جسدها، وقال والله لقد أحرقت السحر بأكمله بقراءتها سورة البقرة. لا تدركها العطلة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عود من تقرأ عليهم بأن يقرأوا سورة البقرة، عودهم على الأذكار الصحيحة، عودهم على الصلوات في أوقاتها، عودهم على الدعاء أن يكون بيقين، وأن يكون قلوبهم معلقة بالله. الشافي هو الله ويدفع البلاء هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يكون الراقي هو الشافي، الراقي مجرد سبب. كذلك علموا من ترقونهم أن يعينوكم على أنفسهم، لأن بعض الناس سبحان الله العظيم يريد من الرقاة أن يرقونه وهو لم يحصن نفسه، ولم يترك الذنوب التي كانت سببا في أبيته، ولم أيضا يفعل الأسباب التي تساعد الراقي. الراقي يريد مثلا منك أن تستخدم عشوة معينة هو جربها واكتشف أن فيها أثر. الراقي يريدك أن تحصن نفسك. الراقي يريدك أن تقلع من الذنب. ولذلك انصحوهم أن يعينوكم على أنفسهم حتى يكون لهذه الرقية أثر بإذن الله تعالى. ثم أقول أيضا إلى من يبحثون عن الرقية، إذا وجدت شخصا يكثر من الثناء على نفسه فلا تحرص عليه. إذا وجدت شخصا يستغل الرقية بالمال، في فرق بين من يستغل الرقية لكسب المال وبين من يرقي فيأخذ المال. يعني إذا أخذ المال المعقول هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أن يأتي بعض الناس فيوهمك بأمراض ليست فيك من أجل أن يبتز مالك لا تحرص عليه، هذا رقيته مهما كانت سبحان الله لا أثر لها. أيضا إذا وجدت الراقي يستخدم ألفاظ غير معروفة وطلاسم لا تذهب لهذا مشعوذ ليس براقي. إذا رأيت الراقي ليس عليه أثار طاعة الله لا تحرص عليه، هذا ليس براقي. إذا رأيت الراقي يطلب منك مثلا اسم والدتك، يطلب منك شيء من ملابسك، هذا ليس براقي. إذا رأيت الراقي يعلقك بأفعال واضح عليها الشرك، كأن يطلب منك أن تذبح شيئا ما، أو أن تدفن شيئا ما، أو أن تتقرب قربانا لغير الله، ابتعد عنه، هذا ليس براقي. هؤلاء هم الكهنة، هؤلاء هم المشعوذون، هؤلاء هم الذين يضيعون دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. إخواني الكرام، العين حق، ويجب علينا أن نجتهد في تحصين أنفسنا، وأن نعلم علم اليقين أن الله تعالى مع العبد كلما كان العبد قريبا من ربه. وأختم كلامي بفائدة جميلة بسيطة، أحيانا الإنسان ينزل في منزل فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم بعد ذلك يصاب بشيء يؤذيه. هنا فهم خاطئ عند بعض الناس، أنك إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات معناه أنه لا يصيبك شيء. لا، نص الحديث أن من قال أعوذ بكلمات الله التامات في أي منزل لم يضره شيء، لم يقل لم يصيبه شيء، قال لم يضره. يعني قد يصيبك الأذى لكن لا يضرك ما دمت قد حصنت نفسك بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاحرصوا على القرب من الله وكثرة الذكر. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل شر، وصلى الله على نبينا محمد. Yeah.